الباب الرابع والسبعون ومئتان. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحسين الحديث نظر. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. الحديث.